شاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، نجدد لكم التحيه، وها هي الانطلاقه هنا لشوطنا السابع في مجموع الاشواط، وشوطنا السابع والخاص بانطلاقه وتحديات هنا الزمول المحليات الاصايل بشعارات ابناء القبائل ضيّة هذا الميدان في هذه الانطلاقات المسائية التي نتابعها من أرضية هذا الميدان، انطلاقة هذا الشوط وتحدياته وإثاراته هنا التي نتابعها. نسير معكم هذا الانطلاق، نتابع هنا المسيرة ونتابع التحدي للستة كيلومترات الحاضرة هنا مع هذه ايضا مع هذه النوعيات الفاخره من الزمول. تابع صداره هذا الشوط والمركز الاول والصداره والمقدمه، هنا شعار بن معيض من ياتينا مع معاند على الصداره والمركز الاول، الصغير بن محمد بن معيض النيادي من ياتينا على المركز الاول، بينما المركز الثاني والمنطلق هناك سلهود العبد الله بالطير بن السيل العامري من ياتينا على المركز الثاني والمركز الثالث، المركز الثالث والمنطلق هنا مرحب لراشد بن محمد بن شمال الغفلي، والوصول في هذه اللحظات من هنا الشاهين حموده بن محمد بن علي بن حموده لقتبي من ينطلق هذه اللحظات على المركز هنا. اذا الخامس في تحدياته وإثاراته الجميلة. تابع مشاهدينا الكرام والمتسلل هنا مرعي لسعيد بن احمد بن دريا الفلاحي، ومن الجانب الاخر هناك ياتي الشامخ لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان لقتبي المتسلل بهذه الانطلاقه وبهذا الاداء الجميل. شاهين المبارك بن نقاش بن محمد العامري ياتينا بتسللاته المتميزه ويتسلل من مركز الى مركز بهذا الانطلاق الجميل، ومن الجانب بالآخر هناك مياس العلي بن سلطان بن حمد العويسي أيضا قادم. أما المركز التاسع فيأتي المختبر في المركز التاسع مبارك بن عبد الله بن محمد بن منينة الشامسي، والمركز العاشر شاهين لسعيد بن مطر بن محمد بضبيعة لقتبي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، عناها على حضراتكم، وخلف المراكز العشرة الأولى أيضا أسامي تتواجد هنا وشعارات قادمة للمنافسة والبحث عن الفوز وعن الناموس على أرضية ميدان المرموم. تابع مشاهدينا الكرام ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى شاهين من غير على الصدارة على المقدمة والمركز الأول، حمودة بن محمد بن علي بن حمودة لقتبي من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، المركز الثاني معاند للصغير بن محمد بن سعيد بن معيضد النيادي من يأتينا على المركز الثاني والمركز الثالث، المختبر المبارك بن عبد الله بن محمد بن منينة الشامسي هنا هذه الانطلاقة، هنا الوصول أيضا من قبل مرحب راشد بن محمد بن شمال الغفلي، والنشمي من الجانب الآخر عبد الله بالطير بن سهيل العامري هنا بانطلاقته وتحدياته الجميلة. شاهين المبارك بن نقاش بن محمد العامري يتسلل إلى خامس المراكز، والمركز السادس المركز السادس والقادم هنا بكل قوة بهذه الانطلاقة عزام. هنا ايضا المتسلل او القادم مياس علي بن سلطان بن حمد العويسي، نعم من الجانب الاخر يتسلل الى سادس المراكز، المركز السابع المركز السابع شعار بالضبيعه هنا شاهين سعيد بن مطر بن محمد بالضبيعه لقتبي من ياتينا انطلاقتي، والوصول من درب عمران بن راشد المدحاني لقتبي ايضا قادم بهذه الانطلاقه وبهذا الاداء.
المركز التاسع والقادم هنا عالي عبد المحسن بن ناصر بن سفر الهاجري من يأتينا على المركز التاسع والمركز العاشر. وصل أديب بهذه الانطلاقة بأول نداء علي بن محمد بن سعيد بن سلومة الخاطري من يقدم أديب بهذه الانطلاقة وهذا الأداء المميز الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى صدارة هذا الشوط. والمقدمة المختبر هنا مبارك بن عبد الله بن محمد بن منينة الشامسي من يأتي هنا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل. المركز الثاني، المركز الثاني معاند للصغير بن محمد بن سعيد بن معيضد النيادي، ويأتينا شاهين مبارك بن نقاش بن محمد العامري على المركز الثالث. والمركز الرابع عالي لعبد المحسن بن ناصر بن سفر الهاجري هنا المنطلق على المركز الرابع. والمركز الخامس أديب من المركز العاشر إلى المركز الخامس يتسلل تسلل ملحوظ وملموس. عين على الصدارة علي بن محمد بن سعيد بن سلومة الخاطري يأتي بهذه الانطلاقات والتحديات هنا الوصول في هذه اللحظات على المركز السادس. ويأتينا هنا سادسا مرحب راشد بن محمد بن جمال الغفلي مع مرحب على المركز السادس. والمركز السابع عندك يا ابو الضبيعه مع شاهين سعيد بن مطر بن محمد بن الضبيعه لقتبي مع شاهين بهذه الانطلاقه وهذا الاداء المميز الجميل. الله الله التحديات جميله، الاثاره اقوى واقوى. والقادم هنا مرحبا مرحبا يا ابن نقاش. المركز هنا ايضا في هذه الانطلاقات الوصول من قبل مياس علي بن سلطان بن حمد العويسي ومن الجانب الاخر من الجانب الاخر شعار بالطير القادم بهذه الانطلاقات والتحديات. اعود الى الصداره، اعود الى المقدمه، اعود الى صداره هذا الشوط هنا. والمقدمه والمركز الاول هنا محمد بن عبد الله بن محمد بن منينه الشامسي قدم لنا هناك هيمان في الشوط الاول الرئيسي يقدم للزمول يقدم هيماني في هذا يقدم المختبر في هذا الشوط هنا. المركز الثاني، المركز الثاني وياتينا هنا شاهين مبارك بن دقاش بن محمد العامري من ينطلق بهذه الانطلاقه أديب على المركز الثالث. هنا علي بن محمد بن سعيد بن سلومه الخاطري من ياتينا على المركز الثالث بهذه الانطلاقات. الله الله ثلاثيه بن معيضج في المركز الرابع، بن معيضج في المركز الرابع هنا يقدم لنا معاند الصغير بن محمد بن سعيد بن معيضج النيادي الكيلو متر الاخير، الكيلو متر الاخير وهناك الصداره مع المختبر. من غير على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول وصداره هذا الشوط المختبر، المختبر على الصداره مبارك بن عبد الله بن محمد بن منينه الشامسي من ياتي على المركز الاول والصداره. المركز الثاني شاهين مبارك بن نقاش بن محمد العامري والقادم اديب، اديب القادم ايضا يتسلل من مركز الى مركز في هذه اللحظات. اديب اديب هنا المنطلق العلي بن محمد بن سعيد بن سلومه الخاطري من يتسلل في هذه اللحظات الى المركز الثاني. وعينا على الصداره، عينا على الصداره هنا بهذا الانطلاق. الله 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 شاهين يحاول، شاهين يحاول هنا. الله اللحظات الاخيره اديب وشاهين، شاهين واديب يا سلام. معركه، معركه طاحنه بين الاثنين بين فطاحلتي هنا الكبار على المقدمة. ولكن شاهين 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 على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هذا الانطلاق والتحدي الجميل هنا لشاهين من ينتزع الصدارة. سلام للهير، سلام سلام للهير، سلام تهانينا لدقاش بن محمد العامري أولا داعم هذا الشعار ووجوده المميز على أرضية هذا الميدان. شكرا أيضا شكرا على هذا الحضور المميز أبو محمد. ها هو مشاهدينا الكرام هنا اذا شاهين تهانينا لنا مبارك بن دقاش بن محمد العامري. المركز الثاني اديب هنا العلي بن محمد بن سعيد بن سلومه. المركز الثالث عندك ابو هليبه هنا ملول محمد بن عبد الله بن هليبه. والمركز الرابع معاند الصغير محمد بن سعيد بن معيضد. والمختبر خامسا مبارك بن عبد الله بن محمد بن منينه الشامسي بن حله في المركز الخامس. هذه هي النتيجه مشاهدينا الكرام.
هنا لحظة الوصول مشاهدينا الكرام والانطلاقات والتحديات للشاهين. 9 دقائق 45 ثانية، 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز المبارك من دقاش بن محمد العامري، والتهنية لدقاش بن محمد العامري على هذا الفوز المميز. بينما المركز الثاني 9 دقائق 47 ثانية، جزء واحد من الثانية، توقيته أديب وقدم عرض يشكر عليه. تهانينا العلي بن محمد بن سعيد بن سلومه الخاطري وأيضا محمد بن راشد بن قميص رويص على هذا الأداء المميز. المركز الثالث، المركز الثالث وصل هناك هملول لمحمد بن عبد الله بن علي بن محمد ابو هليبه، قاطعا المسافه بفتره زمنيه مقدارها هنا ولحظه الوصول 9 دقائق 48 ثانيه وفاء وتماما، او 49 ثانيه وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.